أهلا بكم مشاهدينا في هذا الموجز الإخباري يأتيكم من قناة ريمال تيفي. كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الجمعة تسجيل 151 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي المصابين بالفيروس إلى 950,374 حالة في المغرب. ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية، فإن مجموع التحاليل المجزئة بعد إجراء 9,632 من الفحوصات الجديدة قد بلغ أزيد من 9 ملايين منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها سجلت حالتي وفاة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات 14,784، وتم التأكد أيضا وفق المصدر ذاته من 172 حالة شفاء إضافية. انعقد صباح اليوم الجمعة 3 جنبير الجاري اجتماع لأعضاء المكتب المحلي للهيئة الوطنية التجمعية لسيارات الأجرة الصغيرة أكادير بحضور رئيس القيادة العليا للمنطقة الحضرية بولاية أمن أكادير. وجاء هذا اللقاء تجاوبا مع الشكاية التي تقدم بها مهني سيارة الأجرة لوالي الأمن ضد شركة التطبيقات الذكية التي شرعنت النقل السري عن طريق استغلال سيارات الخواص للعمل في هذا المجال دون ترخيص. وفي هذا السياق أعطى رئيس الأمن التعليمات لرؤساء الفرق العاملة في الميدان لاتخاذ الإجراءات القانونية واللازمة للحد من هذه المعضلة التي تشكل خطرا على قطاع سيارات الأجرة والقوت اليومي للسائق المهني. أما رياضيا، جاءت نتائج المصحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا التي أجريت لمكونات المنتخب المغربي الرديف صباح اليوم الجمعة كلها سلبية قبل مواجهة منتخب الأردن غدا السبت في مسابقة كأس العرب. ويواجه المنتخب المغربي نظيره الأردني غدا السبت على الساعة 11 صباحا بالتوقيت المغربي. استقرت إدارة فريق حسنية أكادير لكرة القدم على اختيار الإطار الوطني عبد الهادي السكتيوي لتدريب الفريق إلى نهاية الموسم الكروي الجاري بعد الانفصال عن المدرب رضا حكم. ويرتقب أن يعلن الفريق السوسي في قادم الساعات عن تعاقده مع عبد الهادي السكتيوي بعد إنهاء إجراءات فك الارتباط برضا حكم. وانقسمت جماهير حسنية أكادير بين مؤيدين للتعاقد مع السكتيوي باعتباره واحدا من العارفين بالمؤهلات البشرية لمنطقة سوس، ومعارضين لفكرة عودته للحسنية بالنظر إلى سيرته الذاتية الخالية من أي لقب وسلوكاته غير المسؤولة التي تكررت مع العديد من الفرق الوطنية والتي يبقى أبرزها غياباته المتكررة عن التدريب دون مبرر. مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية موجزنا الإخباري، إلى اللقاء.